بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مديرية مكتك العرب، أهلا بيكو. موقع للإعلانات غلب الأدسنس، موقع إعلانات غلب أدسنس معايا، يعني بالنسبة لي أنا أفضل من أدسنس. أنا عايز أوريكو على مدونة عربية قدرت أوصل مثلا لكام، $3 في يومين. لسه ده أنا كنت بادئ، خدوا بالكو، هو بادئ هنا إيه، يوم 5 جبت $1، يوم 6 جبت $1.5، فاهمين؟ فالموضوع بيزيد معايا، فانا حبيت ان انا اشرح لكم الموضوع وهوريكم بعد 5 6 ايام ايه النتيجة معايا. لكن اللي انا شايفه ده غير طبيعي، غير جوجل ادسنس خالص شباب. هوريكم ازاي هتشتركوا فيها وازاي هتاخدوا منها الاعلانات تحطوها. شايفين المنظر ده؟ ده طبعا في ايه، في يوم ونص. عايز اوريكم بقى هنا كده ادسنس هنا عاملة ازاي في يوم بالنسبة للعرب، عشان الناس اللي عايزة ايه الصفحة الرئيسية. بصوا شباب، يوم كامل، يوم 29 سنت، وممكن يكون $1 واقل كمان. بصوا شباب، كيفية التسجيل في الشركة دي، هتضغط على رابط التسجيل، تروح على الناشرين، هشرحها لك انا بكل سهولة، هنشتغل سوا من البداية. ساين اب، هات الايميل اللي انت عايز تشترك بيه. هنجيب بس الايميل لان انا مش حافظه. هذا الايميل اللي هشترك بيه. طبعا انت شوف الايميل بتاعك ايه، تمام، وهنبدأ تسجيل. اهو دلوقتي ايه، بدأت تسجيل. عايز تحط سكاي بي ماسنجر، عايز تحط الويب سايت او الموقع اللي انت هتبدأ بيه. بصوا شباب، احنا كلنا نقدر نبدأ ببلوجر، تعمل بلوجر كده عادي خالص، مدونة بلوجر تقدر تعملها وتحط كم موضوع كده فيها. يعني انا ممكن نختار هنا مثلا مدونة من المدونات، زي مثلا هوت سبوت العرب دي، مدونة ايه، عرض المدونة. انا عامل فيها كم موضوع كده، نقدر نعمل فيها كم موضوع ونبدأ ناخد اسمها كده. وهروح هنا احط له الويب سايت بتاعي واقول له ابدأ الان. تمام. بصوا شباب، انت اسمك ايه، هتكتب اسم سليم علشان هيبعت لك فلوسك او حسابك على الاسم اللي انت هتديه له ده. ببدأ كده اكتب، هو طبعا اخد الايميل سكاي بي ماسنجر، هقول له هذا السكاي بي بتاعي. تمام. الويب سايت بتاعك، المسج اللي انت عايز تراسلهم بيها، اقول لهم ايه، I want to work، انا مو عايز اشتغل ايه، I want to be ناشر. تمام. واقول له ايه، ساين اب. تمام يا شباب، معلش اسف عشان الجهاز انا عندي بس بيهنج. بيقول لك خلاص انت خلاص هتصبح ايه، مشترك معانا في الشركة، بس بننتظر منك ايه، انتظرنا هنبعت لك رسالة. هنفتح كده الجيميل، تمام يا شباب. قال لي ايه، قال لي انهم عملوا لي بيعملوا الكونفيجريشن اهو. علشان اكتف الحساب بتاعي هضغط على الرابط ده، تمام. وبعدين يا شباب هنبدأ ننزل كده ونقول له ايه، انا موافق،
خطوات بسيطة جدا. اهو قال لك خلاص، طيب تمام. انت ايه بدأت كده، هنبعت لك رسالة تانية على الايميل. خطوات بسيطة جدا يا شباب، بس بإذن الله مربحة جدا. ادي اليوزر نيم والباسورد بتوعي، هيقول لك خش لوج ان. ده اليوزر نيم بتاعي، وده الباسورد، ده كوبي، وده الباسورد يا شباب اللي جالي على الميل. علشان نبدأ شغل هوريكو هنعمل ايه بالظبط. بسم الله. هتبدأ تتفتح لي لوحة التحكم بتاعتي دي كده، تمام، جميل قوي. تعالوا كده شباب نبدأ. اول حاجة نروح على السايتس او المواقع بتاعتي. ادي الموقع بتاعي اهو، الموقع بتاعي اهو بيقول لك انهم هو بيندنج دلوقتي خلال 24 ساعة. هنبعت لك انه هيكون ايه الموقع معاك اشتغل خلال 24 ساعة. هنبعت لك نأكد لك ان الموقع اشتغل. طيب لحد هنا احنا فهمنا ازاي الحساب بتاعي بيتعمل، جميل قوي. تعالوا بقى نشوف ازاي بقدر اخد، ازاي بقدر اخد الاعلانات بتاعتي. بروح على السايت ده، بقى حساب انا اللي متفعل علشان اوريكم هنعمل عليه. بروح على الموقع بتاعي الجديد. طبعا ما هتلاقوش هنا اي حاجة اسمها تشانل. هتعمل اد نيو تشانل، هتعمل اد. بصوا يا شباب دي مجموعة الاعلانات اللي متوفرة معاك. انت لو رحت كده الاعلان هتلاقي شكله هنا في الجنب. بص اهي الاعلان اللي انت عايزه، لو انت ضغطت عليه بيتعلم لك هنا، لو انت عايز تضغط على اعلان كبير هنا بيتعلم لك هنا هنا هنا. طيب اول سر علشان تربح مع الشركة دي، اشتغل على البوب اندر. اشتغل على ايه؟ المنبثق ده. المنبثق ده جبار، المنبثق ده اعلى حاجة. خد بالك ان لا يحتوي على مواقع اباحية ولا يحتوي على اي حاجة تضايق الزائر، ومش هتض مش هي مش هي مش هيظهر غير لما الزائر يضغط، وبيحتفظ بالكوكيز كمان. يبقى انا لو عايز بوب اندر هقول له ايه؟ نيكست. هتسميه ايه ده؟ هسميه بوب، وهقول له نيكست، واروح ايه اخد الكود بتاعه اهو، شايفين الكود، انسخ، واروح رايح على الهوت سبوت، هوت سبوت العرب بتاعتي دي كده، واروح فاتح القالب تحرير. ممكن اخليه تحت الهيد او عند البادي تحت. بصوا كده شباب عند البادي، كنترول في اه عند البادي كده تحت، واقول له ايه حفظ النموذج. هشوف كده، اروح لعرض المدونة. بصوا شباب بمجرد ما ضغطت هو بوب اب ظهر اهو، انت ما شفتوش، هو اختفى تحت. ما ضايقكش وما ضايقش الزائر، تمام، ما ضايقكش وما ضايقش الزائر، بس ابتدى يتحسب لك فين؟ في لوحة التحكم بتاعتك. طب ايه تاني؟ احنا عايزين كمان اعلانات، اعلانات تكون مربحة. عندي حاجة اسمها الدايركت، عندي حاجة اسمها الدايركت، شايفين ده الدايركت ده. طبعا بتنكس تنكس، وبعدين بيروح حاطلك ايه، بيقول لك الكود. انا عندي هنا مثلا كود اهو، بيروح حاطلك الكود كده اهو، شايفين يا شباب، بيقول لك ودي الاعلانات على ده. طيب ده هنعمل له ايه؟ بصوا يا شباب بكل سهولة كده، وهحط لكم باذن الله السكريبت بتاعه. هاجي على التخطيط، هحط لكم انا السكريبت اللي انا مظبطه على الموضوع ده كده. سكريبت اهو، انسخ. شفتوا انتوا هوت سبوت العرب؟ مش احنا كنا شغالين؟ تعال على التخطيط، تمام، تعال على التخطيط، وهات هات اي حاجه كده، هات اي HTML HTML اهي، وهضيف، هديك انا الكود ده. كل اللي هتعمله ان انت هتبدل الكود بتاعك، انسخ مكان المكان ده، شايفين، من بداية HTTP بلس، من بداية HTTP، تعالى كده من بداية العلامتين دول كده، وتروح حاطط
الكود بتاعك، شفته ده، وتروح حاطط الايه الكود بتاعك وتقول له ايه حفظ. نشوف كده النتيجة، عرض المدونة على هوت سبوت العرب اهي. لو جيت اضغط ضغطة هنا كده هيبدأ يظهر الايه الكود بتاعي اهو اهو، لو انتوا فاكرين ده الكود بتاعي عشان الاعلان بتاعهم يظهر. طبعا انا بقفله او المشترك بيقفله، مش هيأثر معاه. تمام، يبقى بمجرد الضغط الكود بيشتغل، واي زائر عندك جوه هيدخل لازم هيضغط. تمام. طيب ايه تاني مربح اكتر؟ ايه تاني مربح اكتر؟ الاعلان ال 790 هقول له جيت كود، طبعا انت بتعمله من الاد نيو شانل. تمام، انا هاخد كده الكود انسخ وهروح هنا اهو على الهيدر فوق، الاعلان اللي فوق ده اهو، هلزق وحفظ حفظ اهو. نشوف تاني، هلاقي الاعلان ايه بدأ يظهر هنا اهو شباب. تمام، وطبعا هتقدر تجيب هنا اعلانات اللي انت عايزها، هي كلها اهي، هات اي نظام اعلان انت عايزه، اي شكل اعلان انت عايزه. انت خلاص فهمت الكود، انا بس فهمتك ازاي البوب اندر بتحطه عن طريق في القالب نفسه، والدايركت عن طريق سكريبت هحطه لك تحط فيه الكود بتاعك، واي بانر من دول حابب تحطه حطه. تمام. طيب في كمان للموبايل، في كمان للموبايل بانرات اهي، تقدر تاخدها بنفس الفكرة تحطها في الايه في القالب بتاع الموبايل ده، اللي يهمني جدا. طيب ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى ان انا هبدأ اجي اشوف الداشبورد بتاعي. اول يوم مش هتحس بحاجة، يعني انا اول يوم ما جاش تقريبا، جه 5000 اهو، جالي كام؟ 1 دولار. تاني يوم جاء 12000 برضو، 1 دولار. تالت يوم ابتدى الوضع يتظبط، شايفين 1.5 دولار. رابع يوم لسه ده اللي انا بشرح فيه، وهكذا الموضوع بيكبر. هو كل ما المشاهدات عندك زادت، طبعا المشاهدات هتزيد جدا، لان اي حد بيضغط ضغطه بيظهر الايه البوب اب اهو، شايفين يا شباب. هو هنا بيقول لك ارباحك المتوقعه هتبقى 7 دولار. طبعا ايه، خدوا بالكم ان الرقم ما بيتحدث كل 3 4 ايام، يعني سيبك من ده، ممكن اكون انا اعلى من ده بكتير وايه وما هوش ظاهر لي، بس هو بيقول لي ارباحك المتوقعه تقريبا 7 دولار، ده بيتحسب كل 24 ساعه او حاجه زي كده. تمام، جميل قوي. طيب ايه تاني بقى اعمله علشان انا ابقى عارف انا بعمل ايه؟ هروح على البروفايل. تمام يا شباب، بتظبط انت البروفايل بتاعك، طبعا الارباح بتجي لك كل ما بتوصل ل 100 دولار. هنا هنشوف الحساب البنكي اللي انت عايز تقبض عليه، هنروح على البايونير بنك، وهحط لكم الدرس بتاع انشاء كارت البايونير. لما بتضغط على البايونير بنك كده، تمام، بروح ضاغط كده فبيروح محولني على البايونير. بصوا كده يا شباب، هيحولك على البايونير. طبعا هتقول له ايه، انا لدي حساب، وبضغط عليه وبروح داخل، بيقول لي تمام خلاص، تم ايه، تم اعتماد حسابك، بس انا عشان انا عملته قبل كده فبيقول لي انت قمت مسبقا بايه بالتسجيل. طبعا هيجي لي الفلوس عن طريق البايونير فورا، والبايونير مجانيه وجميله جدا، هتفيدكوا قوي. ده ايه الداشبورد زي ما انتم شايفين. حبيت انقل لكم تجربتي، دي الشركه الوحيده اللي نجحت فيها من بعد ادسنس في انك تقدر تاخد منها فلوس. طبعا السايتس، تضيف اي سايتس انت عايزه، انا كان يهمني ان اوريك ازاي تسجل وازاي تضيف قنوات وتحط الاعلانات بتاعتها. تمام يا شباب. طبعا هنا هنتظر بس رساله يقولوا لي ان الموقع مقبول، هم بيعملوا معاينه للموقع، وانت تقدر تجيب اي قالب مليان مواضيع وتحطه وتشتغل عليه. هات اي قالب املاه مواضيع، ما عندكش مواضيع هات قالب وانسخ مواضيع من اي حد وحطها، هم ما بيفرقش معاهم. تمام، تقدر تعمل لك 100 ولا 120 موضوع ولا 50 موضوع ولا 20 موضوع، وتشغل نفسك ان انت تبعت الزوار عليه ويبدا الرصيد يجي لك. طبعا زي ما قلت لكم، الحساب لما بيبقى جديد بتيجي بالبروفايل بتاعك وتظبط الاعدادات بتاعتك، اول اسم لك ورقم الهاتف. تمام، وابعت لك تحديث كل قد ايه، اقول له ديلي، وبعدين هنا بختار البايونير بنك اهو، وبعدين اقول له اضغط اربط حسابي بالبايونير. تمام، مفيش شويه، وبيقول لك ان في خلال دقيقتين، من 2 ل 3 دقايق هنبدا نعالج الطلب. هعمل كده ريفرش تاني.
هتلاقيه هيبدأ يعالج لي الطبق الطلب قصدي. و اهو يا شباب اهو كرييت، بعد ما عملت ريفريش هروح رايح كده على البايونير. طبعا لازم تكون عامل حساب قبل ما تدخله، اعمل حساب قبل ما تدخله. طبعا هيقول لك ايه، ابدأ تسجيل انت دولتك ايه. انا هنا ايجيبت، ايجيبت ده لو انت لسه هتسجل، لكن انا مسجل هقول له لا ده انا عندي فعلا حساب. هضغط هنا قبل ما تخش تعمل البتاع ده، اعمل الحساب. بيقول لك انت خلاص فعلا عندك حساب، طيب تمام اكتب لي اليوزر نيم والباسورد بتاعك وتقول له ايه كونتينيو، هيبدا الربط. الموضوع سهل جدا. اتمنى ان انا اكون افدتكم. الشركه دي فعلا الشركه المحترمه الوحيده اللي اتعاملت معاها، يا رب اكون افدتكم. هحط لكم رابط ازاي تعمل فيزا بايونير اول وببلاش، وازاي ورابط التسجيل على الموقع ده. شكرا لكم يا شباب، ويا ريت اللي استفاد بعد حتى لو شهور يكتب لي تحت الفيديو انه استفاد فعلا وقدر يحقق منه. شكرا لكم والسلام عليكم.